السلام عليكم اخوتي. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع تيتعلق بالطاقه قبل التمرين. بزاف الناس لا البنات ولا الدراري تيقولك انا راه خصني طاقه قبل التمرين، الا ما كانش عندي البنانه راه ما مشيتش، راه ما تكونش عندي الطاقه. وبزاف الناس عندهم هاد الافكار، تيصحابهم باللي الا كلا بنانه يمشي تمشي مع قنبله ذريه ديال الطاقه، وهذا اكبر خطا. الموز ماشي كيف تيكبروا لكم الاعلام ولا الصفحات ولا اليوتيوبر، تيكبروا لكم وعطاوه واحد الحجم كبير. واليوم اللي غنجي غنفسر لكم ونثبت لكم باللي الموز ماشي هو اهم وجبه قبل الحصه بربع ساعه ولا ثلث ساعه ولا نصف ساعه، حيت كاين هناك افضل من الموز. شنو هو؟ هو التمر. داكشي علاش اليوم غنجي وندير لكم مفارقه بين التمر، الفرق بين التمر والموز، ونعطيكم كل 100 غرام من الحاجه القيمه الغذائيه ديالها. غنبدا لكم بالموز. ملي تجي تشوفوا القيمه الغذائيه ديال 100 غرام ديال الموز اللي هي بنانه، تكون حجم متوسط ما تكون صغيره، تكون كبيره شويه، تنوجدوا فيها 90 سعر حراري، حسبوا معايا 90 سعر حراري، 1 غرام من البروتين، 2.5 من الالياف، وتلقاو فيها 22 غرام من الكربوهيدرات. هذه هي القيمه الغذائيه ديال 100 غرام ديال الموز. الا جينا نقارنوها ب 100 غرام ديال التمر، ل 100 غرام تتنحصر ما بين 5 حتى 7 حبات من التمر، ولا ما بين 5 حتى 6 حبات ديال التمر، غنلقاو القيمه الغذائيه متريبليه 3 مرات عن التمر. ونذكر لكم القيمه الغذائيه اللي في التمر، تلقاو 100 غرام في التمر تنوجدوا فيها 280 سعر حراري، يعني تريبل ديال الموز، اكثر من 5 مرات حتى 6 مرات من السعرات الحراريه، وهذا مهم للناس اللي باغيين الضخامه العضليه. ثاني حاجه ملي تجي نشوفوا الالياف، تلقاو 7 غرام ديال الالياف اللي تلقاو اصلا في الموز، فيه 2.6 غرام من الالياف. وملي تجي نشوفوا تشدوا تفاحه، اكبر تفاحه عندنا في السوق، تلقاو فيها فقط ما بين 2 حتى 3 غرام الياف، بينما 100 غرام من التمر تلقاو فيها 7 غرام من الالياف. ملي تجي نشوفوا الكربوهيدرات في التمر، تلقاو فيها 75 غرام من الكربوهيدرات. وتخيل معايا فرق بين 75 غرام من الكربوهيدرات اللي في التمر، وقار ليا ما بين 22 غرام في 100 غرام من الموز، فرق كبير ومتريبليا 3 مرات. ومي تجي نشوفوا البروتين اللي كاين في 100 غرام ديال التمر، كذلك متجاوز كذلك التمر ب 2.6 غرام ديال التمر، 2.6 غرام من البروتين، عكس التمر اللي تلقاو فيه فقط 1 غرام من البروتين. لهذا اليوم عطيتكم القيمه الغذائيه، الفرق ما بين التمر والموز، وتعرفوا من هاد النهار هذا بلي راه ضيعتوا حياتكم كامله تاكلوا البنان قبل الحصه ديالكم. وشكرا. والناس اللي بغاو شي استفسار ولا شي لعبه يدخلوا عندي الانستغرام، وما تنساوش تدخلوا عندي القناه في اليوتيوب، حتى هي تنحط فيها فيديوهات الناس اللي باغين يتعمقوا ويعمروا راسهم مزيان مواضيع علميه، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم. وشكرا.